اليسرى لمرمى المباراة. وبالدقائق الأخيرة من المباراة كان النجمي عم يواصل سيطرته المطلقة على أجواء المباراة، ونجح البديل إبراهيم محصون بإضافة الهدف السادس بتسديده بالزاوية اليمنى بعد عرضية البديل الآخر علي حمام. وبالدقيقة الثانية من وقت المحتسب بدل ضايع من المباراة، اختتم خالد تكج المهرجان التهديف للنجمة بتسجيله الهدف السابع ليوجه الفريق النبيذي رسالة قوية لفرق الصدارة ويأكد أنه راح يكون منافس شرس على اللقب.